مشروعات قومية ومبادرات وطنية عدة شهدتها الدولة المصرية، وقدمت العديد من الخدمات للمواطن المصري، وكانت أولى خطوات مسيرة التنمية وفق رؤية 2030. إلى كلمة الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني لرؤية مصر 2030. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد بوجودي مع حضراتكم. دولة السيد رئيس مجلس الوزراء، السادة رئيس وأعضاء مجلس أمناء الحوار، السيدات والسادة، لابد لنجاح أي حوار من الاتفاق على محددات سابقة له ووضع إطار نتحدث في إطاره، وهو ما أخذ وقتاً من مجلس أمناء الحوار في الإعداد، ووجودنا هنا يمثل اتفاقاً على أغلبها. نشكرهم ونهنئهم بذلك. لقد كان اقتراحي ولا زال أن يكون إطار الحوار هو الدستور ورؤية مصر 2030 التي أعلنها رئيس الجمهورية في 2015، وعمل لها مئات من الخبراء والباحثين، والتي استعرضت كل الرؤى السابقة وأشرقت المجتمع في حوار محترم للوصول إلى صياغة شبه متكاملة لمصر 2030. ولقد كلفت من أمانة الحوار بعرض هذه الرؤية المحدثة التي كنت أحد صناعها عام 2014 أمام حضرات المشاركين في الحوار، لتكون إطاراً يتحاورون حوله وفيه، على أمل تجديدها إلى رؤية 2050. ولقد قمت بواجبي بالالتقاء بوزيرة التخطيط ومجموعة الباحثين المحترمين الذين يعملون معها، والذين صاغوا الرؤية بممكناتها باحتراف، والتقيت بالذات مع وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في حوار أكثر اتساعاً حول رؤية مستقبل التعليم والتعرف على استراتيجيات الوزارتين لتنفيذها. وقبل جمع كل كان ذلك قبل جمع كل أوراق الرؤية المتعددة في الرعاية الصحية والسكان، في حوكمة إدارة البلاد والحفاظ على البيئة، وفي الاقتصاد والمجتمع المدني، وذلك بعقلية السياسي والمنمي، ثم أتحت جهدي موثقاً إلى أمانة الحوار، بل زدت على ذلك بإتاحتها للعديد من الأحزاب السياسية المهتمة ليستفيدوا بها ومنها قبل وأثناء الحوار. إنني أعتقد أن الحوار الوطني هو حوار سياسي من الدرجة الأولى، وقد أخذت على عاتقي توثيق رؤية سياسية لمستقبل البلاد لمناقشتها ضمن الملف السياسي، أخذاً في الاعتبار الالتزام بفلسفة الدستور، لأنه الوثيقة والمرجعية التي يجب أن تحكم حوارنا. نحن الآن نكتب دستوراً يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة حكومتها مدنية، هذه هي ديباجة الدستور. يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، التداول السلمي للسلطة، الفصل بين السلطات والتوازن بينها، تلازم المسؤولية مع السلطة، احترام حقوق الإنسان وحرياته على الوجه المبين في الدستور. هذه هي مقدمة الدستور والمادة الخامسة منه، والذي وافق عليه الشعب المصري بأغلبية ساحقة عام 2014. ولم تلحق بهذه المقدمة ولا المادة الخامسة تعديلات في 2019. يوجد في الدستور مواد علينا الحفاظ عليها ومواد لم تطبق،
ولا بد أن لذلك أسبابا، وأرى أن على أعضاء الحوار مناقشتها وعلينا وضعها في إطار التطبيق، مثل اللامركزية وأغلب ما يخص الفصل بين السلطات والتوازن بينها وطريقة تطبيق العدالة واحترام الحريات. إذن الأساس هو بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي بتعرفها لها حكومة تحافظ وتحمي كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو الفكرية، وتحمي الخصوصية وحرية التعبير. هناك بعض عدة مبادئ ينبغي توفرها في الدولة المدنية، والتي إن نقص أحدها فلا تتحقق شروط تلك الدولة. أهمها أن تقوم تلك الدولة على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات واحترام التعاقدات، بحيث تضمن حقوق جميع المواطنين ليس كهبة من الحكومة ولكن كحق من واجبها الحفاظ عليه، ولا تسمح لبعض أفراد المجتمع أن يفرضوا ثقافتهم على الآخرين تحت عباءة دينية أو أيديولوجية. تعالوا نفكر فيما ذكر في ديباجة الدستور ونجعله أساساً للحوار، وهو ما أشار إليه السيد منسق الحوار، ونسأل أنفسنا بصراحة كيف يمكننا تحقيق ذلك. وعلينا الحذر من حماية الحوار من البعض الذين يرون، وقد يكون بحسن نية ولكن بخطأ، أن الاستقرار وسلامة المجتمع تأتي بالسكون وعدم التغيير وتجنب فتح أبواب التعددية. الأسهل لمن لا يملك القدرة على إقناع الآخرين أن يسعى للفكر الواحد وفرض الطاعة وتضييق الاختيارات. الحقيقة أنني أتفهم فلسفة تدخل الدولة في المرحلة الانتقالية التي تلت مأساة الحكم الديني لملء الفراغ السياسي خشية الفوضى، وأتفهم أيضاً بحكم الخبرة السياسية أن سلب سلطة بعض من تمتعوا بسلطات واسعة في المرحلة الانتقالية لن يكون سهلاً، وسيتمسك الكثيرين منهم بما اكتسبوا من سلطات في لحظة انتقالية، وهي طبيعة البشر لأنهم مستفيدين من بقاء الوضع كما هو عليه. وهنا يأتي دور قيادة البلاد السياسية التي كما استجابت لنداء الشعب في 30 يونيو فعليها أن تستجيب لحق المواطنين في ترسيخ وإرساء قواعد الجمهورية الجديدة المدنية الحديثة، وهو ما أراه واضحاً في موقف السيد رئيس الجمهورية بدعوته للحوار ومتابعته له. إن أعمدة الدولة الحديثة تقوم على مبدئين، أولهما العدالة والتطبيق غير الانتقائي للقانون، وثانيهما هو التنمية الإنسانية المستدامة. وربما يكون الاهتمام الأكبر للمواطن الآن يتركز على فاعلية الحكم effectiveness، أي قدر الإنجاز والاستجابة لمطالب المواطنين التي تكلم عنها السيد عمرو موسى، بغض النظر عن الفكرة الأيديولوجية التي يتبناها أي نظام. إن تحقيق أكبر فاعلية للحكم يرتبط بوصول الأكفأ لمقاعده من خلال نظام يتيح ذلك، ويرتبط بأهمية وجود نظام الرقابة والمساءلة للسلطة التنفيذية وتحديد فترات للحكم لضمان التجديد في الفكر وحيوية الأداء. سياسياً علينا أن نركز على العناصر التالية: 1. فاعلية الحكم، 2. كفاءة الحكام، 3. الرقابة والمساءلة المستقلة عن السلطة التنفيذية، 4. نظام عدالة مستقل وفعال. وأرى أن الثورة الحقيقية في هذا المجال، 5. نظام تعليم وثقافة يتيح للمواطنين بناء قدرتهم ليكون عندهم فرصة اختيار الأفضل والمساهمة الفعالة في الإسهام في تنمية أنفسهم ومجتمعهم، 6. الالتزام بتطبيق فلسفة الدستور ومواده وتوفير حقوق المواطنين. إننا في رؤيتنا لمستقبل سياسي يضمن استدامة التنمية حسب رؤية البلاد، نبحث بهذا الحوار عن مبادرات تحقق أحلامنا بجمهورية مدنية حديثة بتوازن بين القوة
الحقيقية على أرض الواقع مبادرة لا تحرم البلاد من إمكانياتها الإنسانية ولا من مؤسساتها الفاعلة الوطنية، تعطي للحرية مكانها واحترامها بضبط العدالة الناجزة التي لا تسمح للحرية بالتحول إلى الفوضى ولا بالتلاعب الانتقائي للقانون، مبادرة تسمح لعموم الشعب بالاختيار الحر وحسن الاختيار لممثليه في البرلمان. في رأيي المتواضع أن قوتنا المسلحة تحتاج ولها الحق في أن نحييها ونؤيدها ونفخر بها. لكنه لا يجب أن توضع هذه المؤسسة المحترمة سياسياً أمام مسؤولية تحدي التنمية وتفقد قيمتها المرجعية في حالة الخروج عن الدستور والشرعية أو الثورات الهدامة إذا استدعاها الشعب. علينا الحفاظ على دورها في الحفاظ على استقلال مصر ضد أي عدوان، وعلى حماية الشعب والدستور عند الاحتياج. لذلك فلا بد من إيجاد صيغة جديدة تحترم توازن القوة لكن لا تهدر قواعد الدولة المدنية الحديثة، وهذا ما يجب أن يسعى إليه كل أصحاب المصلحة في المجتمع والحوار حوله بلا حساسية ولا خوف. أنا واحد من الناس أعتقد أن نظام الحكم الرئاسي الذي يتولى فيه الرئيس المنتخب سلطات واسعة هو النظام الأمثل لمصر، بل هو الواقع السياسي منذ عام 1952 رغم أننا نقول غير ذلك. لكن هذا النظام يؤدي أحياناً للاستبداد بالسلطة ما لم يكن محدداً المدة بمدتين على الأقصر لا تزيد عن 12 سنة، وهو ما يؤكد عليه الدستور، ويكون ذلك اختياراً غير قابل للتعديل من أي سلطة حاكمة لصالح بقائه. النظام البرلماني الأوروبي لا يناسب الشعوب التي ينتشر فيها الأمية والفقر، ولكن يتوازى مع النظام الرئاسي الذي يعطي سلطات واسعة للرئيس تمثيل برلماني يضمن اختيار ممثلي الشعب بحرية، وهو الأمر الذي قد لا يجيء بأفضل العناصر أحياناً نتيجة للفقر والجهل وعدم القدرة على الاختيار، ولكنه واجب الحدوث وإلا حرمنا الأغلبية من إبداء هذا الرأي. لذلك فإن التعديل الدستوري بوجود غرفة أعلى للبرلمان كما أقر الدستور المعدل أمراً حيوياً، ولكن يجب أن أشير أنه لا يجب أن يتم بالطريقة التي تم تطبيقها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي استخدمت أسلوب القوائم المطلقة، وهو ما اعترضت عليه القوى السياسية. هناك تفصيلات كثيرة من الواجب دراستها، وأرى أن الحوار الوطني قد يكون مؤهلاً لمناقشتها لتجنب تكرار أخطاء سياسية وقعت فيها البلاد ولخلق إرادة فاعلة في سلطة الحكم ومساءلة السلطة التنفيذية على المستوى المركزي والمستوى اللامركزي بدون إعاقة التنمية. إن اللامركزية التي أقرها الدستور الحالي والسابق والأسبق والتي يجب تطبيقها تدريجياً هي الوعاء الأوسع للاستماع إلى الشعب على مستوى القرية والمركز والمدينة والمحافظة، وقد يكون ذلك مهمة الحوار الوطني. كل ذلك يجب أن يقام على عمودين أساسيين، وهو التطبيق الناجز للقانون وخطة تنمية إنسانية من خلال التعليم والرعاية الصحية لا يسمح بالتراجع عنها تحت أي ظروف. وعلينا أن ندرك مخاطر تطبيق الديمقراطية في مناخ غير مستقر أو في غياب القدرة على الاختيار نتيجة الجهل أو الفقر أو كلاهما في آن واحد. علينا أن ندرك أن ما يسبق الانتخابات من توجيه للرأي العام إن لم يكن محصناً بالعلم والمعرفة أو جذبه أو تخويفه أو تهديده يؤثر على نتائج الحرية والديمقراطية.
ويضاف إلى ذلك قوة استخدام المال السياسي في تحديد مسار الاختيارات في مجتمع تصل نسبة الفقر فيه إلى قرب 30%. أما ما يلي صندوق الانتخابات من احترام المنتخب للحريات والدستور والقانون والتوازن بين السلطات والتعرض للمحاسبة فهي أمور جوهرية في تطبيق الديمقراطية، ليست المسألة ليست فقط في صندوق الانتخاب. إذن أين يكمن الرادع القوي الواقي الذي يضمن الصلاح والاستقرار والاستدامة، وكيف يمكن التطبيق في بلادنا؟ في الغرب استقرت التقاليد عميقة الجسور في حماية الاستقلال الذاتي للفرد وحقوقه وكرامته من أي إكراه مهما كان مصدره، من جانب الدولة أو الكنيسة عندها أو حتى أغلبية المجتمع، في إطار يحمي حقوق الأقليات والحريات، لأنه يستند إلى تزاوج بين الديمقراطية والحرية والنظام. هذه البديهيات غير مستقرة في وجدان المجتمع لسه، في إطار نظام تعليمي وثقافي لا ينمي هذا التوجه ولا يجعلها مستقرة في الوجدان المجتمعي. وأذكر الجميع أن الدستور أبو القوانين وجد لينظم الحياة في الدولة ويتعاظم دوره كمرجعية اتفق عليها المجتمع عندما يحدث الخلاف بين الفصائل. في لحظات الخلاف والثورات التي يركب خلالها الأكثر تنظيماً والأقوى تمويلاً والأعلى صوتاً تكون المرجعية الدستورية أكبر وأكثر أهمية، إلا أننا تعودنا عندما نمر بهذه اللحظة على أن نسقط المرجعية ونلغي الدستور ويصبح مصير الأمة في يد مالك الأمور في هذه اللقطة التاريخية. صحيح أن الحرية هي الضامن، ولكن لا تمثلها الفوضى، إنما قدر من النظام تحتاج الحرية إلى معالم إرشادية وأحياناً قيود. إن الأمان الحقيقي للحرية يرتهن بقوة الأسوار الحامية حولها، وهذا ما أفرز الديمقراطية الليبرالية الحديثة عبر تراكم السنين، وهو الأمر الذي لا نملك أن ننتظره في بلادنا طويلاً. علينا أن نستعيد التوازن بين الديمقراطية والحرية والحاجة إلى النظام، وتحتاج المجتمعات الديمقراطية إلى معدات ومعالم إرشادية مصحوبة للتصدي للمشكلات وظروف العصر الحالي. ويبدأ ذلك بلا تردد بالعدالة والتطبيق الحازم للقانون دون انتقائية، وأن نفكر في القانون باعتباره القيود الحاكمة الحكيمة التي تجعل المواطنين أحرار في إطار حرية المجتمع. بلادنا أيها السادة من وجهة نظري تحتاج إلى حكم قوي، وإلا انفرطت مؤسسات الدولة وتوقفت التنمية. أما ما الذي يضمن عدم التحول إلى الديكتاتورية إذا حدث ذلك؟ الإجابة لا تخرج عن شيء واحد، هو ضمان تداول السلطة السلمي. هذا ما يضمن استدامة التنمية وتراكم الخبرة. إنني أؤكد أن المعرفة هي عماد هذه التنمية، وهي بوابة العبور إلى مستويات التقدم التي ننشدها. فالمعرفة تنعكس على تطور الاقتصاد والسياسة والمجتمع بأسره وعلى كافة جوانب النشاط الإنساني. لقد لعبت المعرفة على مر العصور الدور الحاسم في صعود الأمم وهبوطها وصياغة توجهات الحاضر. لذلك أعود إلى رؤية مصر 2030، واجبة التنفيذ في التعليم والثقافة والرعاية الصحية والشباب والرياضة التي تبني الإنسان المعتز ببلده الفخور بتاريخه الآمل في مستقبله الذي يود أن يبذل الجهد في الحاضر. مجتمع مصري قوامه أطفال وشباب فوق 65%، ويجب إتاحة أفضل الفرص الممكنة لاستغلال الطاقات البشرية من أجل تحقيق مستوى رفاهية أفضل. الإنسان هو الهدف، وهو أيضاً الأداة لتحقيق هذه التنمية. إنني أؤكد من خلال دراستي لرؤية مصر 2030 ولرؤى الدول حولنا أن التنمية بهذا المعنى لا تعني فقط زيادة الثروة أو الدخل، ولكن هي تمكين الرجال والنساء الشباب والكبار والأطفال وتفعيل مشاركتهم في المجتمع وحسن توظيف طاقتهم وقدرتهم لخدمة أنفسهم وبناء قدرتهم.
ولا ننسى في إطار رؤية مصر 2030 الاستخدام الأمثل وبشكل منصف للموارد بحيث تعيش الأجيال الحالية دون إلحاق الضرر بالأجيال المستقبلة. قلب ما أقول هو أن التعليم هو بوابة المعرفة، والمعرفة هي أساس التنمية وبناء القدرات. السيدات والسادة، إن تراكم الخبرات وتداول السلطة سلمياً بدون هدم ولا فوضى هو الطريق الوحيد لاستدامة أي سياسة أو تطبيق.